السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم معنا فيديو جديد. اليوم إن شاء الله أصدقائي معنا تركيبة فيها ثلاثة ديال الأقمار، من أحسن التركيبات وكنعتبر أصدقائي من أعظم التركيبات، وهي أصدقائي سهل الالتقاط في المغرب وشمال إفريقيا. هذه التركيبة اللي غيكونوا فيها ثلاثة ديال الأقمار، قمر بدر 26 شرق، وكذلك قمر الأسرة 19، وكذلك معنا أصدقائي قمر الهتبوت. قمر الهتبوت أصدقائي اللي ولا يعتبر من احسن الاقمار حاليا، من بعد اصدقائي ما ضافوا قنوات الكوسموس اللي فيها اصدقائي 10 ديال القنوات سبور على هذا القمر هذا، زائد قنوات النوفا، القنوات البولنديه، وكذلك اصدقائي قنوات 11. وكذلك اصدقائي في هذا القمر يلتقط اصدقائي في المغرب ابتداء من صحن 60 سنتيم. فهاد التركيبه اخوتي فغنديروها على صحن 80 سنتيم، تقدر تلتقط هاد ثلاثه ديال الاقمار. بالنسبه للاخوه اللي كيسولونا شنو كاينين في القنوات اللي كاينين على القمر بدر، فتقريبا نفسهم اللي كاينين في قمر النيسات، فقط القنوات اصدقائي اللي غير المهمه اللي ما تلقاهاش في هاد القمر هذا. اما القنوات الرسميه ديال الدول العربيه فتلقاها اصدقائي في قمر بدر، زائد القنوات الاس اس سي السعوديه. اما القمر الاسرى 19 اصدقائي فكاين عليه اصدقائي العديد من الباقات الرياضيه، وكذلك الباقات الترفيهيه، والباقه اصدقائي كتنقل الافلام والمسلسلات. خوتي غندوزو حنايكم ان شاء الله السطح ونوريكم طريقه، اول شيء طريقه التقاط القمر الاسرى 19 انطلاق من قمر نيسات، ومن بعد خوتي غنركبوا المسطره ديالنا ونوريكم فين غيجينا قمر بدر وقمر الهتبوت. ولكن قبل ان شاء الله اصدقائي ما نمشيو حنايكم للسطح ونوجدوا المعدات ديالنا ونطلعوهم معنا، فما تنساش دير معاك واحد اللايك الا ما كنتش مشترك، باش تشارك في القناه وفعل زر الجرس باش دائما توصل بجديد. خوتي رجعنا لكم، فكما كتشاهدوا معنا في الصحن الحالي راه مثبت على قمر نيسات. فاول شيء غنلتقطوا قمر الاسرى 19، فهو اللي غنديروا عليه الطبسيل ديالنا الفيكس، يعني هو اللي غنثبتوا عليه الطبسيل. فكما كتشاهدوا في الاشاره فراها 90 على التردد ديال قنوات ام بي سي. فاول حاجه غنجيو هنا اللاقط اللي كنا نشوفوا في الطبسيل، ندوروا عليه دينا دليسر، ندوروه كما شاهدتوا هي الاشاره اختفت من دورنا اللاقط. من غنردوا اللاقط هي الاشاره رجعت، فغندوروه. من بعد غنجيو في الظهر ديال الطبسيل ديالنا، فغنهبطو الطبسيل فقط 5 ديال الدرجات، 5 ديال الدرجات. حنا دابا هبطنا الطبسيل 5 ديال الدرجات، ولكن خصني ضروري نعطيكم أقوى تردد ديال القمر الأسرى 19. فنمشيو للقمر الأسرى 19، غنستعملو التردد ديال قناة قناة زد إف الألمانية المعروفة. هيا أصدقائي نكبلكم الصورة باش تشوفوها، نديرو سات فاندر اللي هو 11335، القطبية غتكون فيرتيكال عمودي حرفي، الترميز غيكون 22000. هذا هو التردد اللي غنستعملو. ندخلو الإعدادات الجهاز، فالقمر أسرى 19 فسهل الالتقاط ديالو خوتي. فغادي ندورو الطبسيل على يدينا دليسر حتى تظهر معنا الإشارة، ندورو غير بلاتي. هيا أصدقائي الإشارة ظهرت معايا، فدابا نزيرو الطبسيل ديالنا مزيان، لان كيما قلت لكم الاسرى 19 فهو اللي غنديرو الفيكس، فهو الصح اللي غيكون ثابت عليه. ونركبو عليه المسطره باش نلتقطو قمر الهتبوت وكذلك القمر بدر. فاحنا دابا خوتي التقطنا اول قمر، فدابا غندوزو نركبو المسطره ديالنا ونوريكم فين غتجي، وفين راه القمر بدر غيجي الاتجاه ديالو قمر الهتبوت. فدابا خوتي غنجيبو المسطره ديالنا، فانا كنستعمل هاد المسطره هادي، فهادي سميتها لاراي، فهادي كتبع عند بائع العقاقير، وكنستعمل هاد الكوليه هادي، تقدر تستعمل حتى هاد الكوليه، ماشي ضروري تكون هادي، تستعمل حتى هادي، تشدها هنا في اللاقط وتزير بها المسطره. نركبو المسطره ديالنا ونزيروها واحد شويه، فكما شفتوا فاحنا ركبنا المسطره كنخليها شويه مرخوفه، ماشي الا بغيت ندور هكا ولا هكا. ها هو دابا قمر الاسرى 19، فنجيو نشدو اول قمر معنا اللي قمر بدر، فغنمشيو قمر بدر نعطيكم اقوى تردد. ها هي القناه اصدقائي شغاله، نمشيو قمر بدر نستعملو تردد ديال قناه الراي الرايان، هذا هو نكبلكم اللي هو 10729، القطبية غتكون فيرتيكال حرف في عمودي، الترميز غيكون 27500.
نجيبوا اللاقيت ديالنا اللي غنشدوا بها اصدقائي قمر بدر. فدابا خوتي جبنا اللاقيت اللي غنشدوا به قمر بدر، فمين نكونوا نشوفوا في التبصير في المسطره ديالنا غنوقفوها على يدينا دليسات، فغنوقفوها واحد شويه هكا خوتي. من بعد نحيدوا الكابل ديالنا، غنشدوا اللاقيط كيما قلت لكم على يدينا دليسر، نديرو هنا ونحركو غير بلاتي كيما شاتو معايا الإشارة بدات كظهر 82. نحاول نزيد نرفع شي شوية المسطرة شوف واش تزاد معايا الإشارة، لا نولي نهبط شوية. هاي عندي في هذا المكان هدايا فيها 82، يعني البلاصه اللي غنشد فيها الاشاره غندور هذا البالون يشوف للفوق وندير تماك. فنزير بعدا وديك الساعه نحاول ارفع من الاشاره، غنستعملو رونديلا وكرو فاحنا دابا فيكسينا اللاقيط ديالنا كيما كتشدو معايا الاشاره 80. نحاولوا ندوروا شويه اللاقيط نشوف زاد معنا الاشاره، هيا دابا 86. نستعملوا ساروس 10 ونزيروا اللاقيط لان هذا هو المكان ديالو بالضبط. دابا غنبقاو نلعبوا غير باللاقيط، ندوروه واللي وردوه لان الاشاره كنا شدينا 86 قبيلات. نحاولوا نوقفوا شي شويه المسطره شوف زاد معنا الاشاره، هيا دابا اصدقائي 91، يعني دابا التقطنا القمر البدر بأعلى اشارة. فغنزير المسطرة ديالي باش تلاجا الريح ما تبقاش تلعب، ونزيرو اللاقيط ديالنا. فكاين واحد جوج بولونات من تحت هما حاول تزيرهم. فاحنا دابا التقطنا قمر بدر، نخرج نشوفوا القنوات. هيا قناة شغالة، نمشيو نقلبوا على القنوات الاس اس سي السعودية لان كلشي كيسولنا عليها، نشوفوا واش الاشارة حنا شادينها فيهم. هيا اصدقائي كما شاهدتوا معايا كاينة 91، يعني دابا حنا شادين قمر بدر بأعلى اشارة زائد القمر الاصفر صفر. دابا خوتي غندوزو القمر الهوتبور. فالقمر الهوتبور حتى هو اصدقائي فراه سهل الالتقاط على التركيبه هذه لانه غيجينا هنايا غيجي قريب من القمر الاصفر 19. شو القمر الهوتبور؟ فالقمر الهوتبور اصبح احسن قمر حاليا بعد ما ضافوا له قنوات الكوسموس الرياضيه، فهي كتنقل العديد من الدوريات خوتي. ها هو نستعملوا هذا الفريكونس هذا ديال القنوات المغربيه. غنشدو اللاقيط ونديرو على يدينا د اليمن في جنب القمر الأصفر 19، نديرو غير بلاتي. هاي الإشارة كيما كتشدو معايا 80، يعني عندي هنايا. فغندور البالون يشوف الفوق، ونزيرو مزيان. ديك الساعة نحاول نزيد في الإشارة. فمن بعد ما زيرنا اللاقيط ديالنا فاش دينا الإشارة فيها 80 على القمر الهوتبوت، نخرجو نشوفو القناة. هاهي خدامة، نشوفو قنوات الجداد اللي ظهروا الكوسموس. فرا باقي ما تبدلاش الاسم ديالهم، فقط فيهم تيست. غتلقى واحد وربعة وثلاثة وجوج، غتلقاهم حدا النوفا. ها هما كما شاهدتو فالإشارة ديالهم قوية، ها هما فيهم 86 في الإشارة. نشوفو قنوات النوفا كذلك، ها هما تا هما فيهم 86، يعني القمر حنا شادينو مزيان خوتي. فهادي هي التركيبة اللي كانت معانا اليوم، قمر الهوتبود، قمر الأصفر 19، قمر البدر.
تنساوش ديروا معكم واحد اللايك الا ما كنتش شارك، باش شارك القناه وفعل زر الجرس باش دائما توصل بجديد. تهلاو في راسكم وانتظرونا فيديو جديد. بيو.